مرحبا، كيف بده يكون الجو في الأسبوع يلي هو من الاثنين 15 للأحد 21 أيار مايو؟ عالميا هذا أسبوع أنا بعتبره أسبوع كتير دقيق. أنا حكيتكم بالأبراج الشهرية، قلتلكم يمكن أحكي عن هذا الأسبوع. لازم اذكره لأنه في أحداث فلكية عم تتحرك، في حركة كواكب. هذه الحركة يوم عادي، بجو عادي، بسنة عادية، مثل ما كنتوا بتعرفوا بتتابعوني دايما لما بذكر شيء اجمالا قبل بيوم بعد بيوم، احيانا قبل بيومين بعد بيومين بصير في حدث. لكن مثل كمان ذكرت لكم انه بطلت هذه المعادلة عم تزبط 100%. لكن طبعا للحفاظ على المصداقية لازم اخبركم اياها. مثلا التنين في عنا اهم حدث، عفوا الثلاثة اللي هو 16 أيار مايو، كوكب المشتري عم ينتقل من برج الحمل لبرج الثور. 12 سنة بيصير هذا الحدث وراح بيصير يوم الثلاثة. ب 19 الشهر في عنا قمر جديد في آخر درجات برج الثور، آخر درجات برج الثور. عنا ب 20 الشهر كوكب المريخ بينتقل من برج السرطان لبرج الأسد. وب 21 في عنا انتقال الشمس، هيدي فجرا صباحا الشمس بتنتقل من برج الثور لبرج الجوزاء. اذا بالاضافة لهدول اللي ذكرتهم، في عنا مربع بين مشتري وبلوتو، عنا مواجهة بين المريخ وبلوتو، يعني في عنا المريخ وبلوتو والمشتري موجودين بمعادلة صعبة فلكيا، مش دايما بتصير. واضف الى ذلك انه في عنا نيومون موجود قمر جديد في كل هذه المعادلة. اذا الاجواء ليست سهلة هذا الاسبوع، في احتمال من اليوم، وانا قلت لكم ماشي هذه بالابراج الاسبوعية، قلت لكم ماشي ل 17 وهلا عم زيد لكم اياها ل 21. التأثيرات الفلكية الصعبة يلي بتأثر كل منطقة، كل بلد عنده خلينا نقول صعوباته الخاصة. في بلاد عندها مشاكل طبيعية، معرض أكثر من غيرها، إن كان زلازل، إن كان براكين، إن كان انهيارات، إن كان فيضانات، إن كان جفاف، كل بلد عنده نقطة ضعف. في بلدان معرضة للحروب، مثلا مثل الحروب اللي عم بتصير هلا بالعالم، هيدي معقولة ترجع تتأزم أو يصير في حدث صعب كتير بخلال هذه الفترة. عندنا البراكين مطرح منها موجودة، كل هالمناطق الأرض كلها عم بتزلزل، عم بتهز، فهذه الفترة معقولة تزيد فيها كل الزلازل، كل البراكين، كل الحركات. حتى البلدان يلي بحياتها ما شهدت يمكن زلزال أو يمكن أو حركة براكين أو عواصف أو أعاصير، في احتمال أنه هلأ تبلش تتحرك. كوكب المريخ موجود في برج ناري، فبيبلش كوكب المريخ يبلش يحرك الامور على هذا الصعيد، يمكن البراكين مثلا، او يكون في مثل ما عم نشاهد عم بيصير في كتير حرائق كتير كبيره حاليا. في عنا ايضا المشتري لما بينتقل لبرج الثور، عم بحكي فلكيا، التغيير الانتقال من برج لآخر هذا كمان له تداعيات فلكية. حتى لما بنزيده إلى مربع مع بلوتو، هيدي مشكلة اللي كتير صعبة بوسائل التواصل، وسائل النقل، ترانسبورتيشن، يمكن تحت البحر ما حدا بيعرف، غواصات أو مياه أو تسونامي، شيء من هذا القبيل. كل هذا الأسبوع من أوله لآخره قد يشهد تداعيات هذه الحركة الفلكية. فهيدي هي كانت التأثيرات الفلكية. بالنسبة لبرج الحمل هذا الأسبوع من الاثنين 15 ل 21 في عنده تأثيرات مهمة بالنسبة لكم، لأنه بهذا الأسبوع في عنا القمر رح يبدأ هذا الأسبوع، والقمر موجود ببرجكم 3 أيام. في عنا تأثيرات فلكية حكيت عنها بالتوقعات العالمية ما رح أذكرها، فرح ندخل مباشرة في هذه الأحوال الفلكية. تنين ثلاثة والأربعة حتى الساعة 3:30 بعد ظهر توقيت بيروت، القمر موجود ببرج الحمل. هذا أسبوع ممتاز لمواليد برج الحمل، بدايته كتير حلوة. الشمس الموجودة ببرج الثور مهمة، الشمس لما بتنتقل بآخر الأسبوع لبرج الجوزاء مهمة جدا 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 جدا. التأثيرات الفلكية اللي حكيت عنها عالميا خلوها عالميا، خلونا نركز، انتو كل برج بركز فقط على الأحوال الفلكية اللي عنده. تنين ثلاثة والأربعة باستطاعة مواليد برج الحمل
الانطلاق بقوة، وراح أعطيكم الوقت اللي بيكون فيه القمر ببرجكم، التنين الساعة 11 صباحا توقيت بيروت الصيفي، حتى الأربعاء 3:30 بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي. هيدي الفترة هي الأقوى بصراحة من أول الشهر لهلأ، ويمكن تكون الأقوى من أول الشهر لآخره. نحن هلأ طبعا موجودين بآخر جزء، آخر أسبوع من الجزء الأول من الشهر حزيران أيار مايو. الأربعاء بعد الظهر القمر بيروح لبرج الثور، الخميس القمر ببرج الثور، والجمعة القمر في برج الثور حتى الساعة 10 المساء توقيت بيروت. فكمان وجود القمر في برج الثور بالنسبة لكم إيجابي، بيعزز كتير طاقات، بيعطي كتير طاقات، بيحمسكم لتكونوا أنتوا ماشيين بدرب صحيحة، عم تتقدموا نحو الأفضل. القمر الجديد في بيت المال بيساعدكم لحتى تبلشوا تفكروا بطريقة جدية حول مسائل مالية، حسابات، عندكم مشاريع بتحكوا فيها، يمكن في عندكم امتحانات، فبتركزوا على هذه الأمور، مفروض تكون انطلاقة أفضل لإلكم، فتابعوها بشكل دائم. عندنا السبت والأحد القمر موجود في برج الجوزاء، بالنسبة لإلكم عم تكتر الحركة، عم تكتر الأمور الحلوة. مواليد برج الحمل أنتوا بتتأثروا بطريقة إيجابية بوجود الشمس ببرج الجوزاء، فكيف إذا كمان القمر موجود ببرج الجوزاء. أنا بعتبر هذا الأسبوع ممتاز لإلكم، يقدم الكثير، ما بياخد. تابعوا آخر أيام كوكب المشتري ببرجكم، والأكثر حظاً يلي معقولة تتأثر أكثر من غيرها هي مواليد آخر برج الحمل 19 نيسان أبريل. كلكم محظوظين في هذا الأسبوع، بتمنى لكم أسبوع حلو، إلى اللقاء، باي باي.